المنوفية للوادي الجديد اللي من أوائل المحافظات اللي بدأت عملية حصاد القمح واللي زادت فيها المساحة المنزرعة لخمسين ألف فدان عن السنة اللي فاتت، أغلبها في منطقة شرق العوينات بالدخلة. الدولة فعلا نجحت في استغلال المقاومات التنموية الشاسعة الحقيقة في الوادي الجديد في زراعة محاصيل استراتيجية، وتم توفير صوامع غلال في الخارجة وشرق العوينات بتستوعب هذه الكميات الكبيرة من القمح. أنا بشكر طبعا أصحاب المزرعة المحترمة دي، هي لسه أول سنة تزرع ولسه الشركة متعاقدة معانا، عاملة ري حديث، ري مطري، وبعدين زرعت أول تجربة قمح السنة دي طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس إن احنا إن شاء الله نتوسع في المحاصيل الاستراتيجية. فاحنا الحمد لله يمكن السنة اللي فاتت احنا عدينا المليون طن، إن شاء الله السنة ما نتمنى السنة دي إن شاء الله الإنتاج بتاعنا يزيد أكتر من مليون و200 أو مليون و150، لأن التوسع في الزراعة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في منطقة العوينات ومنطقة تشكي بالوادي الجديد. الحصاد بدأ عندنا عقباله أكتر يعني، بس حاجات بسيطة، لكن فعلا الحصاد الرسمي بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة بدأ إن شاء الله. فتحنا الصومعة بتاعت العوينات وإن شاء الله صومعة الخارجة تفتح الأسبوع ده بإذن الله، هيبدأ إن شاء الله التوريد ليها طبقا للتعليمات اللي أصدرتها وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة. فبنشكر كل الأهالي وكل الفلاحين وكل صغار الفلاحين، وبالتوريد السنة دي حتى اختياري، وإن شاء الله كل الناس هتورد طبقا لأن السعر مناسب وللجميع. منطقة عدن إن شاء الله تشتهر بزراعة القمح والتوريدات العاملة، إنه الأرض بتاعتها جيدة صراحة للأقماح، بس هي عاوزة شوية مجهودات. مع العلم أن أنا كان عندي بالفعل، أنا تكرمت على مستوى الجمهورية وكان عندي الفدان وصل 28 أرذب بالفعل، بس حطينا له حاجة اسمها جبس الزراعة والكمبوست واشتغلنا عليه كبرنامج وجاب عندي الانتاجية العالية. فكل ما تجتهد في زراعة القمح كل ما يجيب انتاجية أعلى. احنا المزرعة قائمة على مساحة 150 فدان بالري المطري، احنا كنا السنة دي زرعنا من ضمنها 45 فدان قمح، الحمد لله الانتاجية تراوحت معنا من 18 ل 20 أرذب. دي بالنسبة لأول سنة، إن شاء الله احنا السنة الجاية بنطمح نوصل لتركة 25-27 أرذب مع المعايير المضبوطة للتسميد والشغل المضبوط لنا، وإن شاء الله السنة الجاية هنحاول ننتقى أحسن السلالات وإن شاء الله اللهم المستعان معانا. النهاردة بتشهد محافظة الوادي الجديد بحضور سيادة اللواء المحافظ حصاد القمح. طبعا بنشهد في مزرعة نموذجية بتروى بالري المطري. الري المطري هو يعني من احدث وسائل الري الحديثه، بحيث ان هو بيتحكم في يعني مواعيد الري وفي مواعيد التسميد وفي الكميات والمقننات السمديه، وبالتالي يعني بيعمل على انتاجيه عاليه للمحصول. النهارده شرفنا معالي الوزير الدكتور محمد سلمان الزمالوط محافظ الوادي الجديد والقيادات التنفيذيه بالمحافظه لحضور تدشين موسم حصاد القمح، حصاد ودراسه النهارده كمان. رحنا مزرعة مع أحد المستثمرين في قرية عدن مركز باريس على مساحة 150 فدان على الري المطري، ودي تجربة جميلة كان أعجب السيد المحافظ بها، يمكن زارها قبل كده، ويمكن حتى الفدان يعني بالنسبة للمستثمر بيجي من 18 إلى 20 إردب كمرحلة أولى، يعني أعتقد إن شاء الله العام القادم هتزيد.